من اليوم اختي عمرك ما تفكري انك تشريهم من الزنقه، لاننا راح حنا كنغامروا كنعطيو لوليداتنا شي حاجه ما كنعرفوهاش. غادي تصاوبي كميه كثيره بمواد جد اقتصاديه، وغادي تحتفظي بها في الدار مده طويله، وكتعرفي شنو كتعطي لوليداتك. وبصحتك وراحتك، قبل ما تشوفي الوصفه ما تنسينيش من اللايكات والبارتاج، وباش كل شي يستافد وكل شي يصاوب هاد المسيكيتات او هاد لي مادلين لوليداتهم. وقولوا لي كي جاتكم، لانه غادي نشارك معكم القوام اللي بساطين وسهلين ومتوفرين في كل بيت. ونبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا اللي غنحتاجو فيهم جوج ديال البيضات بحراره المطبخ. ضروري هاد المرحله هادي انه يكونوا بحراره المطبخ باش كتنجح معكم الوصفه. وفي هاد الاثناء هادي ضفت كاس ديال السكر سنيده. انا هنايا غادي نخلط فقط بالخلاط اليدوي، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش داك الباتور او الخلاط الكهربائي. صافي هنايا كتبداو تخلطوا حتى كدوب ديك سنيده، ديك السنيده مع البيض، ما كتبقاش باينه. صافي وكنبقاو نزيدو كاس ديال الزيت، يعني قياس الكاس اللي درتي ديال سنيده هو اللي تغديريه ديال الزيت. انا درت ديال العنبه معروف في العبار. صافي وكنبقاو نمزجو، لانه كتحسوا بالخليط، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كتحسوا بالخليط عقاد، وكل ما حركتوه مزيان كل ما كتعطيكم نتيجه زوينه. انا هنا نسيت قبيصه ديال الملح، كيف ما شفتوا انا وريتكم قبيصه فقط، يا باش كنحيدوا ديك النكهه ديال ضروري ديك المليحه خاصنا نديروها. وصافي صافي هنا كيف ما شفتوا دفت الفاني. عندكم هذا الحامض حكوه، عندكم الليمون حكوه، يعني نتوما والمتوفر عندكم. صافي في هاد الاثناء هادي كندير انا هاد الطريقه هادي البنات فاش كنبغي نغربل. ها هي واحد الطريقه هادي شاركتها معكم باش ما كنشتتش الطحين في الجناب وتوسخ الدنيا. صافي هنا في هاد الاثناء غربلت الطحين. انا هنا استعملت الان فقط جوج كيسان، ولكن راه نتوما على حساب الدقيق ديالكم. حاجه اخرى البنات نسيت ما بانتش في الكاميرا، هو انني ضفت كاس ديال الماء من الروبين، يعني من الصنبور ضفته مع الخليط قبل ما نضيف الدقيق. هذه ما تشدتش في الكاميرا. صافي هنا كيف ما شفتوا زدت نصف كاس، يعني استعملت جوج كيسان ونصف ديال الدقيق. على حساب البنات نتوما الدقيق ديالكم كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. وضفت جوج خمارات، راكم شفتوني ضفت جوج خمارات. صافي الخميره الكيماويه. صافي ها نتوما شفتوا الخليط حتى تيولي عاقد، يعني مزيان تيكون هو عاقد اكثر من الكيكه اللي كنديرو العاديه. صافي حتى كيوليو نكتبو والكتابه كتبقى ثابته. هاد الليمون هادو البنات راهم رخاصين، ما غاليينش، دايرين 20 درهم فقط للواحد. غير هو كل ما استعملتهم من الافضل انكم ما تقيصوهمش بالماء، غير مسحوهم باش يدوزوا معكم مده طويله. غير مسحوهم هكا يا بزويف باش ما يتقشروش وما يتسطوش وما توقع لهم حتى شي حاجه. صافي انا جبت هاد الكويطات هادو اللي رخاصين البنات، راه اكثر ممكن شي 50 حبه ولا شي 100 حبه، شي 50 تقريبا او 100، يمكن 100، دايرين 5 دراهم. صافي كيف ما شفتوا كنبقى نوضع على هذا الشكل هذا حتى كنعمر هادو كاملين، ولكن راه ما كنعمرهمش كاملين. ها نتوما شفتوا القياس باش فاش كيتنفخوا تيبقى ليهم فين يتنفخوا. صافي كنمشي على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هكايا كيف ما كتشوفوا. صافي عمرتهم، خرجوا لي البنات تقريبا شي 17 الحبه او 18 الحبه اللي خرجوا لي. صافي انا هنايا اختيار، بغيتو تخليوه هكاك خليوه، بغيتو ديروا الشوكولاط في وسط منه، ديروا الكونفيتور في وسط منه، بغيتو ديروا. انا هنايا درت هذا اللوز الايفيلي، نتوما والمتوفر عندكم. يعني الزواق ما عندك حتى شي حاجه، خليهم غير هكاك راه تيجيو بنانين. صافي كتبقاو ديروا. انا فاش درت لهم هاد اللوز ايفيلي جاو فنين وجاو بنان، مع داك اللوز تحمر وتقلات هو عطى واحد البنه زوينه. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات كملتهم. ديجا هنا الفران البنات راه سخون، راه شعلته على 200 درجه حتى سخن مزيان. صافي ورديته ل 180 وخليت غير من التحت حتى كيتنفخوا مزيان وكيطيبوا مزيان، عاد كنشعل لهم شويه من الفوق حتى كيتحمروا. ها نتوما كتشوفوا لي النتيجه بعينيكم.
اما حسنا البنات ناخذوا هاد المقادير اللي بسيطه واللي ما كايناش شي دار ما عندهاش هاد المقادير، وكتصاوبوا كميه اللي معقوله. يعني الا بغيتي تشري غير جوج مادلينات من المخبزه راه خصك 10 دراهم، تيحسبوا 5 دراهم الوحده، مالي على حالي 5 دراهم راه نصاوب بها 16 ولا 17 ولا 18 الحبه، وكنعرف شنو نعطيك لوليداتي، وكنعرف بعدا حتى الا داو معاهم المدرسه كيعرف حتى هو واش تياكل مسكين ولا مسكينه. يعني هذه شي حاجه اللي صحيه، وكيف ما انا بغيتها لوليداتي حتى نتوما بغيتها لوليداتكم. نحاولوا اننا نبعدوا كل البعد على السقاطه ديال الزنقه او لي بسكويت ديال الزنقه، لانه شفتوا الفيديو اللي رايج الان ديال داك المنتوج اللي السيد لقى فيه اعزكم الله الدود، يعني التاريخ جديد ولقى فيه الدود. يعني الواحد يحاول انه كل ما بعد من المنتوجات ديال الزنقه كل ما حسن. هذه نصيحه من اختكم ليكم كاملين، الله يجازيكم بخير. صوبوا هادشي لوليداتكم في الدار، وصوبوا املوا وصوبوا اي حاجه. دابا ان شاء الله نشارك معكم كل شيء، هادشي اللي تنصاوب لوليداتي غنشاركو معكم. وتهلاو ليا في راسكم، الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه. وبارطاجيوه مع الناس اللي عندهم حتى هما وليدات، وشاركوهم معهم. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم. هنا البنات في هاد الاثناء هادي ضفت هاد الاضافه هادي اللي تيبغيوها وليداتي، هذا فقط الشوكولات، صوص ديال الشوكولا. نتوما كيف قلت لكم زينوا باش بغيتو، ممكن تزينوا حتى بالكوك، ممكن تزينوا بالكونفيتور، ممكن تخليهم غير هكاك. يعني انا وليداتي كيبغيو هاد الشوكولا، هاد صوص الشوكولا كتعجبهم، وما غالياش البنات، دايره 11 درهم كتبقى معاك مده طويله، وزوونه زعما مزيانه. صافي كنزينها لهم هكا وكنعطيها لهم ياكلوها، والله يعاونكم. وتهلاو ليا فراسكم، باي باي.